الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصفها وكفيها الله الله مين على مصر مين يبعد سلامي في ميتين يا هلا الله اشتاق لي بس هالطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في المرة القبل السابقة عن أحكام النجاسات وكيفية إزالتها، وتكلمنا في المرة السابقة عن الحيض والنفاس والاستحاضة، وقلنا انتهينا إلى أقل الطهر بين حيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، أي لأكثر الطهر. وقلنا إن أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، أي قمرية تقريبا كما نص عليه العلماء. قال وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. أقل الحمل 6 أشهر إزاي؟ بمعنى إن أقل الحمل أن ينزل الولد حيا، لأن لو واحدة حملت 6 أشهر فقط وزيادة لحظتين بالظبط، لحظة الوضع ولحظة الوضع، خلاص لحظة الجماع ولحظة الوضع، يبقى إيه 6 أشهر ولحظتين، يبقى الولد ده لو نزل حي كده مظبوط، ما كانش حامل قبل ذلك الوقت. لكن لا يمكن ينزل حي من قبل أن يمر 6 أشهر، يعني 5 أشهر حملت 5 أشهر وولدت ولدا حيا، أقول لا، يبقى تقدير الحمل بتاعي غير مظبوط في بدايته، لازم ارجعه لفترة اقل، على الاقل شهر قبل ذلك. يبقى ده اقل الحمل 6 أشهر واكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. هنا يختلف الطب مع الشرع، ماذا نفعل؟ فنغلي الطب يمشي لوحده والشرع يمشي لوحده. يقول اكثر الحمل 4 سنين، عند مذهب الامام ابي حنيفة 7 سنين، ومنهم من زاد عن ذلك، قال مدة حمل بعض الأولاد تزيد عن 7 سنين، إلا أنهم استقرأوا فوجدوا بالفعل أن فيه نساء ولدنا ولد عنده 7 سنين، ما كده ينزل عنده أسنان وكبير ومفتح والولادة متعسرة وضخم الولد كبير، خلاص. وقال الإمام مالك حملت فيه أمه سنتان، والإمام أيضا قيل أن الإمام الشافعي حملت فيه أمه سنتان. وقال الإمام مالك محمد بن عجلان رجل ثقة وامرأته امرأة ثقة حملت 3 بطون في 12 سنة، يعني كل واحد تحمل 4 سنين، تفضل حامل كده وعندها أعراض الحمل وبطنها منتفخة والولد بيلعب 4 سنين في بطنها، فدي حاجات استقرائية واقعة وولدت ولادة طبيعية. لكن الطب هنا يقول حاجة، يبقى ده الشرع. الشرع هنا ينبني عليه أحكام في إثبات النسب، ها، واتهام المرأة بالزنا، فنمشي أحكام الولد للفراش، نستمر في الولد للفراش، ها، فراش الزوجية الذي كان قائما، ونستمر في إثبات الولد للفراش، خلاص. فنقول إلى 7 سنوات وأكثر، واحد اتجوز واحدة وبعدين طلقها وسافر أمريكا عاش فيها بعد 6 سنين ولدت ولد، تقول هذا الولد ابن فلان، نثبته الولد للفراش شرعا، خلاص. ولا نقول إن بعد 9 أشهر إن دي لا دي زنا، دي زنت، لا، لأن الولد أكثر من 29، لا، الولد للفراش كقواعد الشرع إلى أكثر من 7 سنين، خلاص. فنثبت الفراش للولد. وبعد ذلك نأتي للأمر الطبي بقى، يقولك إيه الأمر الطبي. حدثت مع الدكتور ريان رضي الله عنه في السعودية أنه اجتمع القضاء الشرعي على حالة عرضت عليهم على امرأة أتت بولد بعد أن طلقها زوجها وسافر وهاجر ب7 سنوات، فعند الشافعية 4 سنوات، فأرادوا أن يتهموا المرأة بالزنا ويقوموا عليها حد الزنا، يرجموها باعتبار أن أقصى مدة الحمل 4 سنوات. فالدكتور ريان طلب رفع الجلسة للمراجعة ودرس، فوجد أن المذهب الحنفي يقل ب7 سنوات، فرجع وانعقد المجلس وقال هذا الولد ينسب لصاحب الفراش اللي هو سافر أمريكا ده من 7 سنوات. عايز هو ينكره بعد كده باتهام بالزنا، دي حاجة تانية بقى، اللي هي قضية الملاعنة
ها، لكن الاصل الولد للفراش، فالا ان ينفيه صاحب الفراش اللي هو اللي طلقها من 7 سنين ده، يقول لا ده مش ابني، او عايز يلاعن يلاعن خلاص. لكن الولد الاصل الولد للفراش. فبالفعل ان هم ايه حكموا لهذه المراه بانها بريئه الذمه وانها ليست بزانيه وان الولد للفراش. فده في اثبات الامر الشرعي وينبني عليه الميراث ذلك الولد، وان الولد للفراش وانها ليست بزانيه وما الى ذلك. خلاص دي حاجه، ده الشرع. الطب بقى يقول لك إيه؟ ممكن يتولد لسبعه 8 9 10 لغايه 13 شهر. بعد 13 شهر لا اما الام لا اما الولد يموت، لا اما الام تتسمم او ما بقاش حاجه طبيعيه. الطب يرفض ان الولد يجلس في بطن الام اكتر من 13 شهر. اقول له امشي طبيا، انت اعمل اللي انت عايزه، افتح البطن ونزل الجنين، اعمل لها ولاده، معجل الولاده بالحقن بالطلق، سرعه الطلق بشرط تلد، بشرط ما يجيش ال 13 شهر. طبيا امشي طبيا مظبوط، وشرعا تمشي الاحكام الشرعيه لوحدها. فده لا يعترض لا ذلك، لا يكر على ذلك بالبطلان. لا الشرع يكر على الطب بالبطلان، ولا الطب يكر على الشرع بالبطلان. ده بيثبت حاجات مسائل معينه تعلقاتها مختلفه. ده تعلق الطب يقول لك ايه، لو قعد اكتر من 13 يوم يموت، والام تتسمم ويبقى في خطر على حياه الام، اقول له امشي طبيا زي ما انت عايز كده. ده فرع مخالف تماما لفرع اثبات النسب وصحه ان المراه دي لم تزني. يبقى دي مساله مختلفه، اختلاف الجهه وانفكاك الجهات، وكل واحد يمشي في طريقه مع اعتبار قواعده والتسليم له، ولا يعترض بذلك على هذا ولا بهذا على ذاك. واقل الحمل 6 أشهر واكثره 4 سنين، قلنا في المذهب الحنفي 7 سنين وغالبه 9 أشهر. والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله وسألي نسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء.